السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تصميم السلاب. قبل ما نبدأ يا شباب، مطلوب إنه نصمم إيش؟ الأعمدة. مطلوب منكم تصمم الأعمدة عن طريق إيش؟ توزيع المساحات، تقسيم المساحات. ففي عدة ملاحظات. أول إشي يا شباب، الأعمدة اللي بتكون عندنا في المنتصف، هذه الأعمدة ما بتشيلش عندي إلا سقف الطابق البدروم والأرضي. فهذا خذوها في الحسبان، يعني انه بشيل لنا زي الاعمده التانيات، بشيل لنا 5 اسقف. فلقيت مطلوب يعني ايش نبدا نرقم الاعمده، ونبدا نقسم المساحات ونصمم كل عمود ايش جاي عليه مساحه ونصممه. اعمده الفريم خلوها ايش لبعدين لما نصمم الفريم، يعني الاعمده الثلاثه هذول والثلاثه هذول. لو لقيت بدأنا في الأسقف، زي ما انتم شايفين هذا عبارة عن سقف طابق البدروم. عندنا يا شباب في عندي فتحات زي ما انتم عارفين في الطابق البدروم، فعملنا احنا حزام زي ما قلنا ساقط دروب بيم عرضه 20 زي ما انتم شايفين. لقيت هذا الدروب راح نلاقيه بشيل ايش الأحمال اللي بشيلها هذا الحزام. هنلاقي الأحمال اللي بشيلها الحزام هذه يا شباب عبارة عن نص السلابة هذه اللي على اليمين ونص اللي على الشمال، زائد ايش الحمل تبع الحزام نفسه. لكن زي ما احنا بنلاحظ في الحزام هذا، راح نلاقي انه مرتكز على مين؟ على حزام تاني. فأنا لما أنا أحلل هذا الحزام على الروبوت، راح أجيب الحمل تبعه اللي هو الرياكشن في المنطقة هذه بدي أجيبها لما أنا أصمم الحزام التاني هذا، إنه تكون إيش حمل مركز. نفس الإشي في الأحزمة هذه، يعني لما أجي أصممها الحمل تبعها من المنطقة هذه بدي أجي أحمله حمل مركز على الحزام هذا. هذا شباب حزام ثانوي الشيء معنا. زي ما انتم شايفين توزيع الأحزمة الرئيسية. كمان مطلوب ايش نبدأ نرقم الأحزمة، يعني هذا نقول بي واحد بي اثنين، الأحزمة الرئيسية تترقم. زي ما انتم شايفين هي عندنا كمان حزام رئيسي، راح يكون ايش شايل عندنا هذا الحزام، راح يكون شايل عندنا نص السبانة هذه، راح يكون شايل عندنا كمان مين منطقة الطاير هذه. بقيت منطقة الطاير راح الاقي فيه ان كمان عندي هنا حيطة خارجية، كمان راح يتحمل راح يروح حملها كمان وين؟ على الحزام. ومنطقة الطاير كمان راح تنضاف كمان يا شباب على الحزام. يعني لما نيجي لهذا الحزام نشوف قد ايه الاحمال عليه، راح نقول يا شباب عندي هذا الضلع 3.58، فبدي اقول نصه ضرب ايش؟ ضرب ال W ultimate لايش للمنطقة للمنطقة هذه. نفس الاشي بدي يجي عندي كمان هنا حمل اللي هو كمان من نص الحزام لعند اخر الطاير، وبضربه كمان في ايش في ال W ultimate. غير اني كمان بدي اضيف على المنطقة هذه كمان بدي اضيف ايش الحيطة الخارجية. لو افترضنا انه 1 طن لكل متر بدي احملها وين؟ على الحزام. نفس الشيء يا شباب، يعني الحزام هذا كمان بيشيل عندي نص اسبانيا. فهذه الاحزمه الرئيسيه بدنا نرقمها ونبدا نصمم ان شاء الله. فلقيت يا شباب في عندنا زي ما انتم شايفين منطقه التوي، في عندنا سلابة توي زي ما احنا تكلمنا راح تكون في هذه المنطقة. طيب هل قلت سلابة توي يا شباب قلنا عبارة عن ايش؟ عبارة عن حجرين راح نعملهن ونعمل عصبين في الاتجاهين. عندنا الحجر يا شباب طوله 50 40 في عرض 25، فحجرين بصير العرض قد ايه كمان عندنا هان 50 وعندنا 40. الربع راح نعمل يا شباب عرضه 15 سنتي.
ليش؟ عشان عندي في الشير ممكن ال12 ما ينجحش معي، قوة تحمل البطون في الشير. فاحنا بنعتبر الأعصاب عندنا 15 سم. طيب يا شباب، هل قيد لو احنا عملنا الأعصاب في الاتجاهين؟ طب أنا عندي المنطقة هذه one way والمنطقة هذه one way، كيف ممكن نضمن استمرارية الأعصاب؟ زي ما انتم شايفين هان، رح نلاقي الحجر 40 وبيجي العصب، حجر 40 وعصب. طب أنا هان العرض عندي 50، فبقدرش أحط هنا 40، أو بتقدر تحط بس لا، عشان تضمن الاستمرارية إيش بتساوي؟ ممكن تقلب الحجر على عرضه 25، تعمل حجرين، فبصير عندك عرض قديش؟ 50، موازي لمين؟ للعصب هذا، فبضل العصب مستمر من هذه الجهة. بس احنا لما حسبنا الديد لود للون واي حسبناه على هذه العينة اللي بكون عرض الحجر 40 مع العصب. لكن يا شباب، لو الديد لود راح يكون لهذه المنطقة كمان تقريبا نفس هذه، حتى راح يكون اقل شوي، فراح نعمم على نفس الديد لود اللي حسبناه للون واي. تمام يا شباب. ونفس الاشي وحنلاقي من المنطقة الثانية عندي العصب مستمر. لو نيجي من هان وحنلاقي انه العصب الوان واي، بس ايش؟ عشان من هذه الجهة طوله 40، راح نلاقي نفس الاشي هان 40، يعني مش زي هان حجرين. ايه بكون السقف هذا مستمر من 3 جهات اللي هو التوي. الجهة اللي هذه فيها عشان فتحات مش مستمر. نشوف كيف احنا راح نصمم مجال التوي يا شباب. زي ما انتم عارفين في الكود الامريكي في مشكلة في التوي، يعني مش موضحه كتير، يعني يا في طرق مبسطة وفيها مشاكل، يا في طرق الدايركت مباشرة وكمان يعني فيها عدة مشاكل، يعني لازم يكون فيها شروط خاصة. فالمهم احنا هنستخدم نفس الاشي، يعني نفس تبعت الكود بس في طريقة المصرية، الكود المصري. نشوف ملف الوورد. قلت يا شباب لما نجيب لما نحسب للتوي اللي هو ايش؟ الاتش مينيمم. لقيته في، لو نرجع للاوتوكاد ونضح، يا شباب عندنا في التو ال يا شباب عندنا هنا الطول قديش؟ 9.15، والمسافة الصافية تبعت الريب 8.10. نيجي لهذه المنطقة راح نلاقي عندي هنا 8.70 المسافة الصافية، راح نلاقي الطول عندي قديش؟ 9.75. فهيك راح نلاقي إن راح نعتبر الطول الأكبر هو عبارة عن ال اللي هو 9.75، وال9.15 هي عبارة عن ايش؟ عن اس. وهي عندنا المسافة ايش؟ الصافية يا شباب 8.70 8.10. لو رجعنا القانون بقول لك بدي ال اللي هي الكلير يا شباب، اللي هي اكبر شيء اللي هي 870، في 0.8 في اف على 14000، يعني قوة الحديد على 14000، في عندي 36 زائد 5 بيتا. البيتا يا شباب ايش؟ عبارة عن ايش؟ كمان عبارة عن المسافة الصافية الكلير الكبيرة تبعت ال على الاس، يعني 8.7 على 8.1 ضرب ايش؟ 1 زائد بيتا اس. ايش البيتا اس؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن الحواف المستمرة، مجموع أطوال الحواف المستمرة على محيط لبنان، محيط السقف. طبعا يا شباب من المنطقة هذه وحلاقي إيش عندي؟ مستمر، والمنطقة هذه كمان مستمر، والمنطقة هذه مستمر، راح نلاقي بس المنطقة هذه إيش؟ مش مستمر. فتقريبا لو حسبنا راح نلاقي 0.75% يعني
الرقم. فاطلع عند السقف قديش سمكه؟ 25.26 سنتيمتر، هذا المينيمم. لو حسبنا الماكسيمم يا شباب راح نلاقي عندي لو حسبنا راح نلاقي عندي 26.58 سنتي. طب هو ليش حط لك في الاتش ماكسيمم؟ يعني احنا دائما بحكمنا في السقف انه بنجيب الاتش مينيمم، يعني زي في الون واي كان يقول لك والله الاتش مينيمم قديش اللي هو اقل السمك، لكن ما كانش يحكمك في الماكسيمم، كان يقول لك ايش ما بدك ماكسيمم. انا بقول لك الاتش ماكسيمم ليش؟ بقول لك عشان انت عامل اصلا تو واي. التو واي ليش عامله؟ عشان انت تقلل سمك السقف، فهو بحدد لك اتش، يعني بعديها راح يصير انت بطل يعني في نافعه من اللي انت عملته. يعني انت بدك تقلل سمك السقف فانت تكون اتش في اتش ماكسيمم عندك، لكن يعني لو انت تخطيتها مش مشكله، بس انه يقول لك يعني في الضمن هذا بكون انت عندك السقف مناسب. فاحنا زي ما احنا عارفين لو احنا بدنا ناخذ سمك السقف فاد اللي طلع معنا 26 يعني 27، وعندي لو انا حسبت تقول سمك السقف في اللون واي يطلع معي 28، فانا مش مشكله اني اعمم ال 28 على ايش؟ على كل السقف. فبعمم سمك السقف 28 او السمك اللي بيطلع معي خلاص بعممه على على التوي مش مشكله. فلو فبقول انا يعني عندي سمك السقف 28 بعممه على باقي السقف يا شباب. بعدين يا شباب لما نيجي جينا نحسب قلنا ال الار بيساوي ايش؟ ال على اس في ام واحد على ام اثنين. ايش قلنا؟ ال واس معروفات، الطول الطويل والقصير. طب ايش هي الام؟ الام بقول لك الطول الطويل، الطول اذا كان مستمر العصب من جهه من الجهتين تكون 0.76، وإذا كان مستمر من جهة بيكون في 0.87. طب أنا عندي العصب الطويل مستمر من جهة واحدة والعصب القصير مستمر عندي يا شباب من الجهتين، بعد بحسب يعني هذا مستمر من جهة واحدة فبيطلع معايا قديش؟ 0.87. هذا مستمر عندي من الجهتين 0.76. لو كان سيمبلي سبورت بكون عندي الرقم واحد، فلقيت ار بتطلع 1.22. بدي ادخل على الجدول هذا يا شباب، 1.2 يعني بيجي من هان من هذه المنطقة وهذه المنطقة تقريبا. الفا بتساوي 0.46 وبيتا بتساوي 0.24. طب هو ايش فكرة التو يعني؟ ليش هذا ليش الالفا وايش البيتا؟ انا لقيت في الون واي كان العصب بشيل نص، بشيل العين زي العصب بشيل نص الحجر يمين ونص على الشمال. طب التو واي في عندي راح يكون عندي العصب هذا راح يشيل من جهه اليمين ومن الشمال، نفس الشيء العصب الثاني راح كمان راح يشيل من جهه اليمين والشمال. فبقول لك عشان في عندك عصب في الاتجاهين انا راح اعمل معامل ايش؟ تخفيض للحمل اللي جاي اللي بيحمل كل عصب. يعني العصب الطويل انا راح اضربه ب 0.24 والعصب القصير راح اضربه ب 0.46، راح اخفف الحمل تبعه. طيب ايش هو الحمل؟ لو قلنا الدبليو التيميت اللي هي عباره عن 1.68 اللي هي عباره عن ايش؟ 1.2 في الديد لود. لو اعتبرنا انه الديد لود للتوي عباره عن 1 زائد 1.6 في اللايف لود اللي هو 0.3 ويهدينا عندي ايش؟ 1.68 اللي هو عباره عن دبليو التيميت. لقيت يا شباب الدبليو التيميت هذه بدي زي ما قلنا احنا في الاتجاه الطويل راح اضربها في 0.24 اخفضها، وفي الاتجاه الطويل راح اضربها ب 0.46. هلقيت بعد ما انا خفضت يا شباب الاحمال W
لو بدي اجي انا هلقيت اجي اشوف العصب ايش هو بشيل. قلنا العصب لو رجعنا للاوتوكاد زي ما انتم شايفين يا شباب، العصب عندي هيو بشيل عندي نص الحجر، نص من اليمين ونص من الشمال، نص من فوق ونص من تحت، والعصب نفسه قلنا العصب 15 وقلنا بشيل هذه 50، فبشيل 25. 25 يعني عندي طول العين قديش يا شباب؟ 65. فلقيت يعني عندي 65 سم. فلما وعندي الدبليو التيمت بعد التخفيض جبتها، فخلص بضرب ال 65. هذه لاي عصب ال 65 يا شباب؟ للعصب اللي في اتجاه القصير. اما لو نيجي للعصب اللي في اتجاه الطويل هنلاقي العينه ايش؟ عباره عن 20 و20 و15، يعني 55. يعني نرجع للوورد زي ما انتم شايفين، قال لك اللود اللي جاي على العصب في الاتجاه القصير ضرب الحمل في 65 على 100، يعني بيطلع نص طن لكل متر مربع. واللود اللي جاي عندي على العصب اللي هو الطويل بيطلع عندي بدي اضربه في 55، يعني الاسبان هن 55 على 100، 55 سم على 100 بيطلع 0.22. هذا بيلزمني ليش؟ لما انا بدي اجي اصمم الرب، يعني اجي اخذ العصب عشان انقله على الروبوت واحلله، بدي اعرف انا قد ايه الحمل لكل متر طولي. زي ما انتم شايفين يا شباب، كمان نفس الاشي لو انا بدي اخذ العصب اللي هو في الجهة هذه واجيب قد ايه هو لكل متر طولي، كمان نفس الاشي بدي اضرب ال W Ultimate ال W في ايش؟ في المسافة اللي هي 65. بس ايش عبارة عن ال W هان؟ رح يكون عادي بدون تخفيض، اللي هو عبارة عن ايش؟ 1.2 في الديد زائد 1.6 في اللايف لود. طب عند الديد لود قلنا في التو واي لو قلنا 1 طن لكل متر، وفي الوان واي لو قلنا 0.9 طن لكل متر مربع. فبدي اضرب ال 1.2 في 0.9 زائد ال 1.6 في 0.3 بيطلع معانا 1.56. بضربها في الاسبانه هذه بقدر اجيب انا ايش؟ الحمل اللي جاي على ايش؟ على الربها. لو تقريبا بيطلع 1. طيب يا شباب نفس الاشي يا شباب، لو انا بدي اجي اعمل عصب هاني يا شباب، يعني لو اجينا لهذا العصب اللي احنا عملناه اللي قلنا عليه قبل شوي، لو اجينا مسكنا راح ناخذ المسافه بين ايش؟ مركز الحزام لمركز الحزام. لو اجينا هاي يوهان موجود ليا، هاي العصب هاي العصب لهان بيجي، رح نلاقي زي ما قلنا هان ال W هان ultimately هي عبارة عن 1.56. لو ضربناها في 0.65 رح الاقي يا شباب عندي صار عندي ال W بيساوي ايش؟ 1 طن لكل متر طولي على الضلع هذا. نفس الاشي في المنطقة هذه رح الاقي صار عندي ايش؟ 1 طن لكل متر طولي. وفي التوي زي ما احنا شفنا في الملف الوورد قبل شوي ايش اسمه حسبنا قلنا، بس هذه ايش قلنا؟ عشان في تو واي في معامل تخفيض وانضربت كمان في عرض الشريحه، طلع معي قديش يا شباب؟ نص طن لكل متر طولي. لقيت ما علي الا امسك هذه واحللها على ايش؟ على الروبوت عشان اجيب قيمه الشير والمومنت والرياكشن اللي عندي. نفس الشيء يا شباب لو اجينا لاي رب،
العجلة العصب لها. أول إشي راح آخذ إيش؟ مراكز الأحزمة الأطوال. بعدين راح أجي أقول والله الشريحة اللي هان عبارة، لو قلنا العصب 15 سنتي، بدي أخذ نص الحجر من هان ونص من هان، يعني تكون العينة عندي 55 سنتي. فبدي أضرب الدبليو، قلنا إحنا قبل شوي قلنا إنه 1.56 الدبليو لمين؟ ألتيميت لمين؟ ل الوان واي. فبضربه في 55 اللي هي العرض، بطلع عندي ايش؟ التوزيعه للعصب هذا. والعصب هذا زي ما شايفين مستمر، يعني حضله نفس الشيء مستطيل، يعني حيكون حمل مستطيل منتظم عليه. لما يجي العصب زي هيك يا شباب، ايش اللي بيفرقها؟ يعني لو اخذنا عصب في هذا الاتجاه، نفس الاشي ما احنا قلنا هنا، نفس الاشي راح يكون المعاملة، يعني في هذا المنطقة راح يكون عبارة عن نص، في هذا المنطقة راح يكون عبارة عن واحد عندي، بس هذه المنطقة يا شباب راح اخذ الطول واحسب كمان في هذه المنطقة، بس بضل في عندي في حاجة، العصب يا شباب بيشيل عندي مين؟ بيشيل عندي من الحيطة الخارجية، يعني العصب راح يشيل عندي يعني العصب هذا يا شباب اللي قلنا عنه، قلنا هذا واحد، لو قلنا هذه نص، لو قلنا هذه بنحسب المسافة من واحد ونص، لو ضربنا الواحد ونص كمان في الدبليو الواحد ونص، لا لا مش الواحد ونص، قصدي نفس الاشي لو ضربنا اللي هو قلنا الدبليو للون واي في عرض الشريحة اللي هو قلنا عنها 65، بطلع كمان عندي هان واحد، يعني في عندي واحد هنا منتظم وهان واحد وهنا نص. بس ايش اللي بيزيد عن اللي قبل؟ انه في هان في حمل راح يكون عندي مركز، لانه العصب هاد بيشيل عندي جزء من الحيطه الخارجيه اللي هو راح ينقلها لمين؟ للحزام، يعني العصب هو اللي بينقل الحيطه الخارجيه للحزام. فايش بده يصير؟ بدي انا اشوف قديش الحيطه الخارجيه. طب لو قلنا الحيطه الخارجيه زي ما انتم يمكن حسبتوها قديش طلع معاكم، يعني لو قلنا الحمل تبعها 1 طن لكل متر، فانا ايش بدي اساوي؟ بدي اقول والله الواحد طن لكل متر هذا بده يكون حمل مركز، بدي اضربه في ايش؟ في عرض الشريحه عشان اجيب قيمته. لو قلنا عرض الشريحه 65 فبنقول 1 طن في 0.65 في في ايش؟ في الديد لود في الفاكتور اللي هو 1.4، بيطلع عندك 0.91 حمل مركز. يعني يا شباب اللي بيفرق، يعني لو اخذنا هذا اللي بيفرق عندي ايش؟ انه حيكون عندي في هنا حمل مركز، يعني طاير وحمل مركز. طب يا شباب لانه يجي للحزمات، طب انا قلت في الاعصاب، كيف انا ممكن، كيف انا في الاعصاب بدي امشي؟ في الاعصاب يا شباب لما نيجي نصمم راح نيجي نشوف كل منطقة فيها استمرارية أعصاب وناخد شريحة. يعني عندك هذه المنطقة مستمرة الأعصاب هيك، فباخد شريحة من هان لهان. يعني هذه المنطقة باخد أول شيء فيها شريحة. ممكن أجي لهذه المنطقة يا شباب، في عندي أعصاب مستمرة من هان لآخر الضهر، لآخر السقف يعني. فلقيت بقدر اخذ كمان هنا شريحه ثانيه، يعني صار عندي ممكن اخذ هان شريحه وهان كمان شريحه. بدي انا او ايش كيف بدي اساوي؟ بدي امسكها واحللها، اعملها زي ما انا عامل هيك، وكمان شوي راح ننقلها ايش على
الروبوت واحللها عشان اجيب الاحمال اللي انا بدي اصمم عليها. كمان ممكن انا اعمل زي ما قلنا هان شريحة، كل وين ما يكون عندك فيه اختلاف بدك تعمل شرائح يا شباب. فحنلاقي هان في صار عندي اختلاف بدي اعمل هان كمان شريحة، وعشان المنطقة كمان توي بلزمني كمان في شرايح، في اخذ شريحة من هان المنطقة لهان اللي هي من هان لهان، وكمان بلزمني كمان ممكن اخذ شريحة يا شباب في هذه المنطقة. يعني وين ما انا بشوف في اختلاف وانا ماشي، يعني بتمشي من هان بشوف وين في اختلاف عندك، تمشي وين في اختلاف بدك تاخذ انت شريحة جديدة تاخذها وتحللها وتنقلها على الروبوت، بعدين نصمم عليها، وبعدين عشان نضع التسليح عليها على المخطط. ونفس الشيء مشيت في الاتجاه هذا بدك تمشي في الاتجاه هذا، لانه في عندك عبارة عن توي راح تلاقي في عندك توزيع تراب في الاتجاه الثاني زي ما انتم شايفين. طيب بعد ما احنا خلصنا الرب ممكن نيجي احنا نشوف الأحزمة. الأحزمة نفس الاشي، لما نيجي للحزام هذا قلنا الحزام هذا ايش بيشيل؟ بيشيل عندي نص المسافة عن اليمين ونص المسافة عن الشمال. اللي بيفرق كمان في الحزام يا شباب، انت لو اخذت هلقيتها يا شباب نص المسافة عن اليمين ونص المسافة عن الشمال يعني نجي ناخذها يعني يعني شباب لو اجينا زي ما قلنا راح تكون عندي ايش نص الشريحة من اليمين ومن الشمال. هذه المساحة هي راح تتحمل على وين؟ على البيم هذا، يا عبارة نقول 3.35. طب احنا يا شباب اول اشي بنضيف نضرب المساحة هذه في ايش؟ في الدبليو اللي احنا جبناها اللي قلنا في اللي تكون للون واي عبارة عن 1.56 مفكترة وجاهزة، فبضربها في 3.35 هيك بجيب انا حمل منتظم على ايش؟ الحزام هذا. بضل ايش يا شباب؟ ايش ممكن يجي على الحزام هذا غير هيك؟ وزنه، يعني وزن الحزام. مع انه احنا يعني يا شباب زي ما انتم شايفين احنا لما اخذنا العينه اخذنا العينه من هان لهان، يعني اخذناها من ضمنها من ضمنها زي كانه في عندي هان حجار عينه ريب، يعني اخذنا من هان. غير هيك يعني انا بدي اضيف كمان الوزن، انه يكون عندي الوزن يعني احمال بزياده امان بزياده. يعني يا شباب يعني ممكن انت لو واحد بده يحسبها بالضبط بده يصير ايش ياخذ؟ انه ياخذ من طرف الحزام لهان وياخذ من طرف الحزام والحزام لحاله يضيفه، بس لا احنا ايش بنسوي؟ بناخذ دسبانه كامله وكمان بنضيف عليها كمان وزن الحزام. وزن الحزام هذا ضرب، فبتفرضه فرض يعني 20، قول قبل انت لسه ما صممتش، فبتفرضه 20 في 60 20 في 70 في 2.5 اللي هو كثافة البطون، كمان بضربها في الفاكتور اللي هو 1.4. كمان هذا بضيفها وين؟ على الأحمال. هيك بكون أنا بقدر أطلع الأحمال على هذا البيم، وكده كمان بدي أنقله على الروبوت وأحلله عشان أجيب المومنت والشير وابدا اصمم له. نفس الشيء يا شباب عندي اي بيم نفس الكلام يا شباب.
طيب يا شباب، لما نيجي للبيم يكون عندنا اللي هو الجديد ممكن يكون عليكم، لانه هذا يمكن اخذتوه في ديزاين واحد، اللي يكون عندك بيم جاي في منطقة حامل جزء من ايش؟ من التوة. يعني زي ما انتم شايفين يا شباب، هنا البيم اللي عندي هان، اقول هذا المنطقة توة، راح يكون زي ما انتم عارفين منطقة توة كيف بتوزع، راح يتوزع عندي على شكل ايش؟ زاوية 45. راح نقص الشكل، يعني راح يكون عبارة اما عن مثلث او شبه منحرف. يعني ثاني اشي، المنطقة هذه عبارة عن ون واي، يعني ايش؟ راح يتصمم عادي، راح تاخذ نص الحزام، نص الاسبانة. فلما نيجي لهذه المنطقة يا شباب، ايش ممكن انا اسوي؟ بدي ارسم يا شباب، بدي ارسم خطوط يا شباب، عشان انا اجيب المنطقة اللي انا اللي راح تشيلها الحزام هذا. فبدي ارسم خط بزاوية قديش؟ 45. بمد الخط وبكتب، بضغط على تاب، بغير عندي، بصير غير عندي ان اخطاء، اكتب الزاوية، بختار الزاوية 45، باجي للمركز الحزام الثاني يا شباب، كمان يا شباب اختار زاوية 5. انا مش 45، بدك تختار 135. زد 103. نيجي يا شباب كمان من المركز، لأنه زي ما انتم شايفين عندنا هاي الحزام، بس عندنا هنا راح يكون بدل ما الحزام يكون عدل، راح نلاقي انه عملنا فيه حزام هنا ايش؟ مايل. نفس الشيء يا شباب، هنا ايش؟ بدي امد واحدد الزاوية. تمام، تمام. بعدين لو اجي يا شباب ايش بدي اسوي؟ بدي انا اقيم لعند الزيادات. واجب التقييم هذه، فلقيت يا شباب عندي راح يكون زي ما انتم شايفين شبه منحرف، راح يكون على هذا الحزام، راح يكون عندي كمان مثلث على الحزام هذا. فلقيت يا شباب ايش اللي بدنا نسويه؟ منا لقيت نشوف، يعني لقيت عندي في عندي شبه منحرف في هذه المنطقة، وفي عندي هنا حمل، لو قلنا ناخذ نص الاسبانة هذه،
أول شيء لو أخذنا قد إيه المسافة؟ أربعة متر وأربعين. عندي المسافة هذه أربعة متر وأربعين. كمان عندي يا شباب بدي أشوف أنا قد إيه طول الضلع تبع شباب المنحرف. عندي 50. فلقيت إيش راح يصير يا شباب؟ راح أجي أنا عندي هذا الضلع طوله 5 وهذا الضلع طوله 4.75. لو أجينا ورسمناها عندي ضلع 5 وضلع 4.75. نيجي للحمل يا شباب، قلنا المنطقة هذه هذا الحمل، قلنا ايش ما منحرف خليه لبعدين. نيجي ناخذ هذا الحمل، قلنا الضلع قد ايه هذا؟ 3.85 نصه تقسيم نص ضرب نص ضرب ايش الحمل المفكتر عندنا 1.56 هيطلع عندنا 3. يعني هذه المنطقة راح تتحمل الحزام 3. طيب بدي ازود عليها يا شباب، على فرض انه لسه انا قبل ما اصمم، يعني لو بدي افرض انا الحزام عرضه 50، فبقول نص في 0.28 لو سمك السقف في 2.5 في 1.4، يعني تقريبا بطلع عندي 3.5. يعني هذه المنطقة راح تكون عندي تبع ايش 3.5 اللي هو حمل مستطيل، اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن نص لسبان زائد وزن الحزام. يعني هاني يا شباب عبارة عن قديش؟ ثلاثة ونص. طيب يا شباب، ونفس الاشي لما نيجي للحزام هذا، قلنا هذا عبارة عن ايش؟ شبه منحرف راح يكون الحمل. طيب كيف بده يجي الحمل؟ زي ما انتم شايفين لما نيجي نقول انه هذا بيجي بنصف العمود، اعتبر انه بيجي بنصف عندك في العمود. فلما نيجي نحسب هذا النص ننقصها من ايش؟ من الضلع 5. اول لقيت بقى هذا راح يلزمنا، هلقيت في الروبوت يا شباب كيف؟ عشان انا قديش لما انا اصلا اضيف على الروبوت، يعني عندي هذا الضلع 5 لكن هذا مستمر لقبل 5 بايش؟ ب2.5 ب0.25. لقيت بنشوف كيف عندما نحلل في الربط. المهم عشان اجيب الحمل هذا بدي اضرب الطول عندي اللي هو 4.4، بدي اضربه انا في ايش؟ في الدبليو تبع ايش؟ تبع الديد لود اللي هو كامل، اللي هو نقول 4.4 ضرب 1.68، قلنا دبليو التيمت للرنوي عبارة عن ايش؟ عبارة عن 1.56، التوي عبارة عن 1.68. فبضرب الأربعة فاصلة أربعة في 1.68 بيديني تقريبا عندي 7.4. يعني بيديني عندي الحمل عندي 7.4. سبعة فاصلة أربعة يعني عندي هذا راح يكون عندي 7.4 وهذا راح يكون عندي 3.5. ممكن احنا نضيفهم كتراكمي
يعني نجمعهم بصير عندي 11.9، او ممكن انه ايش نضيف انه ناس نعمل كل واحدة لحال يعني. المهم عندنا هنا المستطيل راح يكون طوله 3.5، وعندي الشبه المنحرف راح يكون عندي عبارة عن 7.4 طن لكل متر. لو نيجي ناخذ هذه الاحزاء، ناخذ عينة نصمم عروبة يا شباب، نحلل. قمنا ناخذ عندنا مثال، راح ناخذ هذا الرب اللي هو عبارة عن هذا الرب الممتد من هان لهان اللي قلنا الأحمال عليه زي ما احنا قلنا. أنا الدبليو تبعت الشريحة، الدبليو تبعت الوان وي اللي عبارة عن 1.56 ضرب الشريحة اللي صار عندنا واحد، نفس الاشي هناك. وهذه قلنا الدبليو بس ايش مخفضة عشانها في التو وي، الريب الحمل تبعه مخفض لما ضربناه في ايش في الفا وبيتا. انا ضربناه ايش بيتا ايه في الفا، فطلع معايا نص. ونيجي مثال كمان لمين؟ الحزام. اخذنا هذا الحزام، قلنا الحزام هذا ايش بشيل؟ قلنا بشيل نص السبانه هذه، وبشيل وزنه، وبشيل هنا شبه منحرف حمل على شكل شبه منحرف. حسبنا والله السبانه هذه طلعت 3، وزنه قول نص لكل متر طولي، وهذه 7.4. بدي اجي انا ايش احلل، لقيت على ايش عروبة يا شباب. قبل ما نروح يا شباب قلنا هذا طولها قديش يا شباب؟ نص. هذا بيلزمنا في التحليل، يعني راح يكون عندي يعني راح يكون عندي على بعد من الخمسة ناقص 0.25 هي 4.75. بتلزمنا لما نروح على الروبوت. تمام يا شباب، نشوف ننتقل لبرنامج الروبوت نحلل عليه يا شباب. زي ما انتم شايفين يا شباب برنامج الروبوت ممكن انا احلل عليه ايش اسمه 2D، ممكن 3D، ممكن احلل عليه يعني اكثر من حاجة، وممكن نستخدمه في التصميم. احنا راح نستخدم هلقيته تحليل، يعني كل شغلنا هلقيته ايش راح نحلل بس، راح نجيب قيم الشيل والمومنت ايش هنصمم يعني. يا شباب لو اجينا للبرنامج، اي عندي يا شباب واجهه البرنامج، المحاور عندي المحور اختلف عن المحاور يا شباب عن المحاور العاديه. يعني عندنا اكس الواي عندنا لجوا، واكس هيك والزد لفوق. اول شيء يا شباب اذا كنت فتحت البرنامج يعني جديد، ممكن لازم تضبط ايش تضبط الوحدات، يعني لازم يكون عندك الوحدة الوزن بالطن، يكون عندك وحدة المومنت طن لكل طن دوت متر. بنيجي نضبط الوحدات يا شباب، اليونت عندك هي بالمتر متر. هذا بلزمنا حقيقة الفورس، الفورس عندنا عبارة ايش بالطن، وعندنا كمان يا شباب المومنت بالطن دوت ضرب المتر دوت متر. تمام كده يا شباب، راح نلاقي عندنا على اليمين الشريط في الادوات اللي احنا راح نستخدمها، راح تلاقين كمان مرتبات يعني طول ما احنا بنمشي راح نمشي اداء اداء، او يعني من فوق لتحت يعني. اول شيء من البدايه يا شباب بدنا نعمل نضيف المحاور.
احنا لما نبدا جيت في تصميم ايش الحزام، قلنا هل جيتها ايش اسمه، ايش اللي هذا اللي ظهر لي، بقول انت النقطه اللي بدك تبدا فيها. انا بقول عدد مرات التكرار، يعني كيف لو انت هل بدك تعمل قطعه طولها 4 متر بدك تكررها 3 مرات، بتحطها انت 3 والمسافه اللي عندك بيعمل لك اياها 3 مرات. لا انا بدي اياها هذه واحد، انا بدي ايش، بدي انا اللي احدد المسافه. فبقول لو اجل للحزام كان اول ضلع فيه ايش 5، هتلاقي انه ايش راح يطلب لك هنا 5، يعني راح يكون شغل تراكمي. فبقول لك من 5 لقديش، بقول له والله 4.75. هيك يا شباب بكون ضفت ايش المحاور. باجي لزد بدي اعرف انه انا الزد عندي 0، بس بضغط اد هيك يا شباب عندي المحاور جاهزه. ايش كمان ممكن بعدين اسوي؟ بدي اعرف المنبر، بدي اجي هان ايش دخل ايش ال... انا عنا ايش ار سي بيم. طبعا انا ايش بقول لك، احنا عشان بدنا نحلل تحليل، فالمقطع ما ب... يعني ما بأثر في التحليل، لانه زي ما احنا اخذنا في الاستراكشر في الاخير احنا راح يعتبروا البرنامج يعني اعتبر زي خط وعليه احمال، فراح يحلله عادي يعني. بس يعني لو انت بدك تضيف المقطع تيجي منها تختار، يعني انا عندي بيم بدي افرض عرضه 80 بدك اياه، والاتش 28 ايوه ضافوا عندك. لما اجي ارسم يا شباب بدي اتاكد اني اضغط على الدراج، بضمن لي ايش هذا، اني ارسم باستمرار. يعني لو انا مش ضاغط عليه كان بتلاقيني لما اجي ارسم الثاني راح تلاقيني بدي ارجع اضغط، لهيك بضله مستمر. بعد هيك يا شباب خلصنا من رسمنا المنبر، بدي انا اضيف ايش عندي اللي هو عباره عن السبورت. انا السبورت عباره عندي عن ايش، عن بن. فبضغط بن، يعني انا عباره عن بن بعد هيك يا شباب انا بدي اجي اعرف لحمه. البرنامج بيسمح لك انك ايش لو انت عندك ديد ولايف، يعني لو ان عندك احمال وانت ما فكرتهاش، يعني انت بدك البرنامج يعمل لك اياها، بتعرف الديد لود وبتحط حمله واللايف لود، والبرنامج لحاله بيعمل لك ايش الفاكتور، بس احنا حسبناه قبل فطلعنا عن هالاحمال ايش مفكتره وجاهزه. فخلص بعتبرها الاحمال هذه اللي انا جبتها انه عباره عن ايش، هي بدي اخليها البرنامج نعرف على عباره عن ايش ديد لود، يعني حمل واحد. بعدين يا شباب لو ما نيجي هلقيت نضيف لحمات، نشوف لتوكاد ايش كان عندنا الحمل. كان يا شباب عندنا حمل منتظم 3.5، وفي عندنا حمل 7.4 شبه منحرف. أبو 3.5 راح نيجي أي البار، لما أجي بدي أعرف يا شباب يا شباب عندنا الزد لفوق،
فأنا عندي القوة لتحت، فبدي أكتبها إيش بالسالب، فأكتب سالب 3.5. باجي إيش بدي يا شباب أضيف هذا الحمل. هيني ضفت الإضافة، دائما يا شباب بتكون إيش لكل منبر لحال. هقيت ممكن أنا أضيف، هقيت بعد ما خلص ضفت هذا بدي أضيف حمل الشبه منحرف، ممكن أنا أضيفهم مع بعض الاثنين، بس أنا هيني ضفت كل واحد لحال. لو بدي أجي أنا بدي أختار الشبه منحرف، إحنا عبارة عن إيش راح يكون 3 نقاط يا شباب، يعني بدي أختار 3 نقاط زي ما انتم كنتوا شايفين، كان عبارة عن ايش حمل. لو حلقت المشكلة في البرنامج لازم تعرف كل حمل للمنبر، فانا كان الشكل ايش عبارة عن شبه منحرف، فانا بضطر ان اقص الشكل يا شباب. يعني في البرنامج لازم تحمل كل واحد لحاله، فانت بدك تضطر تقص الشكل منها، فراح يطلع الشكل عندنا ايش زي هيك. راح تكون اول نقطة عبارة عن 0 القيمة، ثاني نقطة راح تكون عبارة عن 7.4، ثالث نقطة الحمل راح يكون 7.4، بس المسافة راح تكون الاولى 0، الثانية راح تكون 5 - 0، قلنا هذه قديش 0.5، ناقص نصها 0.25، فبتطلع 4.75، هذا راح تكون 5. لما اجي اضيف الثانية انا بمشي في البرنامج زي هيك، لما اجي اضيف الجهة الثانية حلاقي عندي الاولى 0 المسافة، الثانية حتلاقي 0.25، الثالثة 4.75، الحمل راح تلاقيه ايش 7.4، والنقطة الثالثة 0. يعني قلنا هنا الأولى 0، الثانية سالب 7.4، والثالثة سالب 7.4. لقيت هو بقول لك أنت ممكن إنك تحمل لما يكون عندك إشي يعني منتظم، إنك تحمل ريلاتيف يعني نسبة على طول المنبر، بس إحنا لا عندنا الحمل يعني محدد بالأبعاد. فبدي احدد انا يعني اول نقطة 0، ثاني نقطة قلنا 4.75، ثاني نقطة راح تكون عندي عبارة عن ايش؟ عن 5. ادي يا شباب شايفين يا شباب كيف؟ بدي ارجع نفس الاشي، بس ايش هلقيت بدي اضيف على الطرف الثاني يا شباب. فزي ما قلنا لقيت راح تكون قلنا بي 1 اللي هي سالب 7.4 نفس بي 2 سالب 7.4، وهذا راح تكون عباره عن 0. راح اكس قلنا بيبدا 0 بعدين 0 زي ما قلنا 0.25 بعدين 4.75. زي ما انتم شايفين يا شباب هاي الشكل عندي صار. انا حملت الاحمال اللي هي منتظمه، وكمان حمل شبه منحرف. من هنا يا شباب بقدر اني انا اظهر واخفي القيم، او اظهر واخفي اللي هو عباره عن الحمل. يعني هاي من هم بقدر اخفيه اظهره، وبقدر اظهر القيم اللي انا ضفتها يا شباب. لقيت يا شباب بعد ما انا ضفت الاحمال، لو انا بدي اجي احلل، قبل ما احلل يا شباب احنا حسبنا وزن البيم في الاعتبار في الاحمال. طب انا البرنامج لما انا اضيف اي بيم بيعمل لي وزن له، فانا بدي ادخل على الاحمال ليبل تيبل، رح نلاقي يا شباب هنا
مبين لي ايش اللي انا الاحمال اللي انا ضفتها، وكمان حمل تبع ايش اسمه اس البيم، فبضغط عليه نانو بعمل له ايش ديليت. بتلاقي هنا يا شباب الاحمال اللي احنا ضفنا، ممكن انك انت تعدل على الاحمال من هان. يعني لو انت غلطت في اي حمل او في اي قيمه بتقدر تيجي هان وانت تعدل على الحمل، بدل يعني بتقدر تعدل هان. ما عليك الا تضغط هيك وتكتب الحمل اذا انت كنت غلطان. تمام شباب، لقيت بعد ما خلصنا هيك بدي اعمل انا ايش كالكوليشن. لقيت عشان بعد ما عملنا الكالكوليشن بدي انا اظهر القيم اللي عندي. نجيب هذه بدي اظهر القيم اللي عندي، فبجي على غزل. ممكن عندي في طريقتين لاظهار، في عندي اكثر من طريقه. يعني في ممكن اجي اظهر القيم، اول شيء ايش اللي انا بدي اظهره. لو انا اخفيت، لو انا بدي اظهر الاف زد، ممكن انا اظهر ايش الاف زد اللي هو عباره عن شير، ممكن اظهر المومنت. فلو بدي اظهر كل واحده لحال بدي اظهر هذه، باجي هان بدي انا احدد يظهر لي قيمه، اكون احدد هيك ابلاي. هيك رسم لي يا شباب ايش الشير. والله طب انا بديش الشير، بدي المومنت. اطفي الشير، اضغط على المومنت. طب انا بدي الرياكشن، باجي الرياكشن من هون، هي عبارة عن اف زد. اطفي هذه، الآن ظهر لي ايش الرياكشن. تمام يا شباب. طب لو انا في طريقة تانية يمكن افضل، شباب ممكن هنا في هذه اني اظهر الثلاث حاجات في نفس الرسمه في نفس المخطط. يعني انا عشان اظهر اف زد والمومنت، بتلاقي انه ظهر لي كل إن على نفس. يعني ممكن انت تيجي تقص الرسمه زي هيك، لو انت بدك تاخذها الثلاثه مع بعض ممكن تقصها وتاخذها مع بعض. لقيت ايش في كمان يا شباب ممكن تفيدك هذا الاشي. ممكن يا شباب زي ما انتم شايفين هنا عبارة عن عندي اكس، هذا ايش بيقول لك؟ بيقول لك لا، في ممكن انت بلزمنا احنا كمان في التصميم زي كمان شوية راح ناخذ، بلزمني انه انا لما اجي افحص الشير ممكن الشير عندي يفشل عند الركيزه، عند مركز الركيزه. وايش بقول لك الكود؟ بيديك رخصه، بقول لك تقدر تبعد عن المركز اللي هو عن مركز الحزام، مسافه الحزام اللي هو النص الحزام زائد مسافه دي، وتاخذ الشير عنها وتشوف تشوف الشير هذا هل هو بيزبط ولا لا. لانه عندك بكون الشير عند المركز عالي يا شباب. فممكن من هذه ان انا والله لو طلع قول لو طلع قال لي يعني نص الحزام بقول 50 وعندي الدي 25 انا بدي 75، باجي من هان بمشي بلاقي الاكس بتزيد عندي، فبوقف عند هذه بقدر اخذ قيمه ايش الشير والمومنت. هاي مكتوبات هان.
طب أنا بدي إشي يكون أدق من هيك. يعني لو أنا باجي على رزال بحدد المنطقة اللي أنا بدي أعملها، يعني شايفين وين أعلى شير عندي؟ هاي عندي 25، قلنا هذه هاي عندي 26، فبضغط على البار هذا حددته. بعد ما حدده برجع على ريزلت بروبرتيز، باجي اجد انا ايش بدي؟ بدي افزد. هذا بحدد لك اشي برسم لك اياها، وبتقدر انت يا شباب ايش اسمه بتقدر انت هلقيت تحدد الاكس اللي بدك اياه. زي ما انت شايفين هي عندي الاكس صفر، تقدر تمشي المسافة اللي انت بدك اياها. لو قلنا احنا 0.75 بتوقف، تقدر تقص الشاشة يعني تاخدها، يعني والله عند اكس 0.75 بكون عندي قديش؟ 7.63. نشوف احنا اخذنا من هذا احنا عملنا من هذه الجهة. شباب زي ما انتم شايفين ايش اسمه عندي، هو ببدال البار من هان اللي هو 10، لكن اخر اشي بعد 5 متر بيجي لي عندي 26.24، فبدي ابعد من هان يا شباب. لو قلنا احنا 75 سنتي من الخمسة يعني بيطلع 4.25، فبمشي لحد ما يصير هذا 4.25 وبوقف. بقدر اني ايش اصور القيمه هذه. لو انا بتلزمني لو بدي اخذها، لانه بتلزمني الحسابات.